قالوا بسم الله الرحمن الرحيم، رزق الغلولي، رجل أمن متقاعد وعضو في جمعية الانبعاث المتقاعد الأمن الوطني وأراميلهم بجهة سوق مرسى. بغيت نتكلم على هذا الفيديو اللي باغي ندير، لأنه وقع لي واحد المشكل. جيت مدينة أسا في بلادي 3 سنوات ما جيت ليها، جيت يوم السبت بت الصباح صبحت مزير، لأنه عندي التنفس وعندي القلب. صباح مزير ملي مشيت للمستشفى الصباح، وقوم معايا الإخوان بعدا هما الأولين من الصحافة، الإخوان ديال ألفي والجمعيات الله يجازيهم بخير والله يكثر خيرهم، هما اللي هزوني ودوني وأخوتي ودوني للمستشفى. ملي وصلنا للمستشفى مشينا للمستعجلات، اش غادي نقول لك اودي، ها الطبيب كاين ولكن فينا الامكانيات، فينا الامكانيات، راه حشومة وعار. انا دخلت المستعجلات لقيت 30 واحد كلها مجبده بحال السردين، والوزارات كلهم مسخين، كل شيء علاش اشنا هو، لان هو شو تاع عباد الوزاره فينا هي. ملي سولت قالت لك اودي هادشي اللي عاطينا، هادشي اللي كاين، المدير تاهو راه ضرب تاعي، راه قال لك هادشي اللي علق راه حنا اللي كنجبدوه. وطبيب واحد كاين في المستعجلات 30 واحد ومعاه جوج ستاجير، راه حشومه عار، راه ماشي معقول هادشي اللي انا ما عرفتش الصحه، ما عرفتش انا، انا تي كنقول لوزير الصحه، واه وزير الصحه ماشي ملي يبغي يجي الوفد ولا يبغي يجي سيدنا ولا يبغي يجي سعد، عاد تعلم انت وتصيفط الوزارات وتصيفط داكشي وتصيفط الماتريال كامل يوم اللي يخرجوا والاذاعه تبينوهم، وملي يخرجوا الاذاعه وداكشي تردوهم في الكاميوات ثاني وتردوهم، راه عار هادشي، راه بنادم بدا يفيق وبدا يعيق. انا كما تتبع عينيا وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا به حافظين. مشيت انا مزير دوني الناس دوني المسائل، دخلت لقيت واحد الدكتور الله يخلي لي صحته، واحد سي سم سي ما بقاش عاقل على الاسم ديالو، هو اللي خدام بوحدو كيجري مسكين تمايا 20 واحد نعشة، داوني انا لواحد البلاصة اش غادي يعطوني كرسي بعدا، هو الاول بقيت قاعد فوق منو، خوات واحد البلاصة اش غادي نقول لكم، اللي زار كاع عامر تقيا وعامر دم ايوا قال لك نعس فوق منو باش نديرو لك التخطيط، وانا اللي مزير الوالي صدع وعاطينك بلاصه كنتي ما عرفناش فيه، اللي راه تمايا والدنايات وكل شيء، راه ماشي معقول، ماشي معقولة. وزير الصحة، أنا كنتذكر مع وزير الصحة ما كنتذكرش مع الناس ديال هنايا، لأنهم اللي جيت نسول الماتريال ما كاينش، راه حشومة، الوزارات ما كاينينش، كروسة باش كيدخلوا من لومبيرونس ولا من السيارة كيدخلوا بها المستعجلات، اش غادي نقول لكم؟ الله اللي كيطالع، والله إلا بقيت عا كنشوف بالنسبة للمستشفيات الآخرين، أنا غنتكلم عليهم من بعد، راه حشومة وعار، واش الإنسان مستشفى قداش؟ ومدينة قداش بالقديم؟ حشومة، راه عار. ويكون المستشفى هكا، انت مسكين ما عندوش باش يمشي لاكل هنيك، ما عندوش ويمشي تما ويزار دايرينو تمايا، شاكين 41 واحد كدوز فيه في النهار، التنفس يحيد لك، ماشي حيدو يبدل لك واحد جديد، دارو هذا خاطر تلصقو تا في نيفك، اشنا هو هادي؟ هل هذا معقول هذا؟ راه ماشي معقول، راه حشومة. شو المستشفى العسكري؟ المستشفى العسكري ديال كاع المستشفيات العسكرية والكيف ديال أكادير، أنا الشيء اللي كنقولو راه ماشي كنحذر ولا كندير، يجي كونترول ويجي كلشي ونتعاقب على هذا الشيء لا ما كانش، ليزار كما كتدخل أنت كدور في المستعجلات ولا كتكون ناعس كيتبدل ليزار سير بلاص، المنظفات واقفين كيخرج هذاك كيبدل داك الشيء، أو وهنايا السيد ناض فوق منو جو بغا يديروا لي التخطيط انا فوق منه، عامر كل الدبايات وعامر كل شيء، راه حشومه وعار،
راه ماشي معقول هادشي. وسعادة وزير الصحة، حنا كنطالبوا من الله سبحانه وتعالى وسيدنا الله ينصرو، وسيدنا الله ينصرو ويكثر خيره، راه ما كاينش معامل هاد الناس، راه واخا ما عرفتش دير ربا سيدنا. انا وجع عليا الرأي ديالي، انا سيدنا هو اللي يتكلم بكل شيء، ما كاين لا انتخاب لا مولي به، هو اللي يدير الوزارة، هو اللي كل شيء، هو الحكومة. سيدنا الله ينصرو، والله يكثر خيره، والله يخلي لي صحيحته، هو اللي خدام. امور اخرى راه كيبين عند وجهها. ندوز 5 سنين ديالي ونمشي بحالتي، ندوز 5 سنين ديالي ونمشي بحالتي، راه ماشي معقول، راه عصومة. ايوا شوف المستشفى العسكري تبارك الله اش غادي نقول لكم، ايوا كما تحيد الفيزار كيتبدل، بغا يديروا لك الاكسجين، كيجي تلقى قدامك ويحل الباكية ويديرها لك، ما يعطيكش فانيلة الا ما عبر لك ويهز لك الدم، عارف شنو هو. هاتك الدخول كيقول لك أراني بعدا أراني ثاني ما عرفتش كيسموها، ماشي معقول. راه حسوم وعار، راه المستشفيات راه حسوم وعار، واش غنبقاو حنا ديما هكا؟ راه تبارك الله زيدين في التقدم، راه الناس راه غايرين منا، البلدان الاخرين غايرين من المغرب، ولكن ديولنا ما خدامينش، راه والو، راه يكذب عليك كذاب. سعادة الوزير راني كنقولها لك، والله يخلي لك صحتك، راه هادشي اللي كاين راه ماشي معقول. على تبارك الله ما كاينش الوزارات، ما كاينش الشاريوات، ما كاينش اش غادي نقول لك، فوقاش ينعسوا الناس، ما كاينش واحد حكومه، راه عار لك، ديري لهم ساكن، ديري لهم بحال السردين قبيله، ولكن ساكن هنا خاصة الموظفين ما كاينينش، كاين طبيب واحد وجوج خدام مسكين كيجري بوحدو ومعاه جوج ستاجير، راه حشومة عار. هاد المدير اش غايدير؟ قال خي جرينا الفريد اللي عاطينا وراك خدام به. ما كاين والو، ها بغيت نعرف انا حتى الوزارات ما كاينينش، الوزارات مالو تاهم. ينوض واحد يبدلوا لي زار ويديروا لي زار، هذيك الاخر فيه الدم وفيه التقيه ويجي ينعسك فوق منه انت، ما عرفتش اش مريض. الاكسجين نفس المشكل، يديرك الاكسجين اللي كان داير هذاك، يدوب ملي سود واحد الفرملي قال لي ودير هذا الشيء اللي كاين، قال لي كيبقى راسك تما اللي هو مريض فيه راس ولا فيه شي حاجه كيجي يديروا ليه تما الاكسجين، ما كيبدلوش. قال لك باش غيبدلوه؟ راه حشومه، راه عار. احنا يكون بحال المستشفى، يضربوا مثال المستشفى العسكري كلهم، يضربوا بهم مثال، يمشيو ويشوفوا ديك المسائل، ويشوفوا ديك المسائل كيفاش الخدمه، كيفاش المستشفيات، وكيفاش الله يعمرها دار. كنطلبوا والله الا عاونهم هذوك الناس، والله يحفظهم. هذه بلا كونترول، بلا حتى شي حاجه، بلا ما كاينش، بلا مراقب، بلا والو، هما مراقبين نفسهم. حشومة عار. اش فرقيك هذاك دكتور ولا اخر دكتور؟ ولكن هذوك متابعين الخدمة ديالهم بالمعقول، والإدارة ديالهم، المدير ديالهم، وكل شيء معاون، ما كاينش تبقى شي حاجة، كله كيتحمل المسؤولية، المدير كيتحمل المسؤولية، الدكتور كيتحمل المسؤولية، الدكتور كيقول للماجور انت راه غتحمل المسؤوليه، الماجور تحمل المسؤوليه تاني لي زانفيرمي. هذه مزيانه. ايوا كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى، الله يحفظ لنا سيدنا، الله ينصرو، الله ينصرو، الله ينصرو. حنا المغاربه وعزيز علينا المغرب، ولكن ملي كتجي بحال هاد الحاله هكا انت مزير وكلشي وكتدخل كتمرض، تزيدك مرض في مرض، راح شومه وعار، راه عيب. يلا وكنشكر الاخوان ديالنا كاملين، و تاع لي زانفيرمي هنايا ديال اسفي كنشكروهم. ايوا الله يخلي الحاله زينه، والسلام عليكم. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا و
فعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديدة. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.